بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله في هذا الدرس عن شروط لا إله إلا الله. 凭博慈恒慈的阿拉之尊名，感赞调养众世界的阿拉，愿阿拉赐福安于最尊贵的先知和使者，我们的先知穆罕默德及其家眷与追随者。这节课我们讲关于绝无生应受崇拜者，指出是阿拉拉伊拉哈伊拉拉的条件。拉伊拉哈伊拉拉，门扎哈真呢？拉伊拉哈伊拉拉，绝无应受崇拜者，指出是阿拉，是进入乐园的钥匙。لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان. هذه الأسنان هي الشروط لا إله إلا الله. 但是要知道，这把钥匙必须要有钥匙齿。我们要知道，钥匙都有钥匙齿，没有齿的钥匙是不行的。إذن لا إله إلا الله تنفع إذا كان لها هذه الشروط هذه الأسنان. 这些钥匙齿就是条件，也就是我们学习拉伊拉哈伊拉拉，必须要贯彻这些条件。الشرط الأول. 第一个条件。العلم أي بمعنى لا إله إلا الله. 必须要认识，也就是知道什么是拉伊拉哈伊拉拉，拉伊拉哈伊拉拉的意思。وقد تقدم معنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله يعني كل ما عبد من دون الله فعبادته باطل مستحق للعبادة هو الله. لا إله إلا الله 的意思就是没有应受崇拜者，只除是安拉，安拉以外者都不是应当受崇拜的。وكذلك أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. 同样，我们还要作证，穆罕默德是安拉的奴仆，是安拉的使者。ولا بد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. 我们必须要服从安拉的使者，服从他所有对于我们的命令。ونصدق في كل ما أخبر به. 我们归信使者所传达的命令。ونجتنب ما نهى عنه.我们要认识其中所表达的意思。وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نبتدع نتبع. 我们崇拜安拉，通过安拉启示给使者的方式，也就是传达通过使者传达给我们的方式去崇拜安拉，不能产生任何异端。إذن الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم وضد العلم الجهل بمعنى لا إله إلا الله. 我们所学习的第一个条件就是要认知拉伊拉哈伊拉拉拉的拉伊拉哈伊拉拉胡的意思，它的反义也就是愚昧无知。الشرط الثاني الإخلاص وضد الإخلاص الشرك. 第二个条件就是 إخلاص 也就是忠诚于安拉。لأن الشرك إذا دخل الأكبر أفسد لا إله إلا الله.如果一个人犯了大的举办，他的信仰就消失了。نعم، وكذلك الصدق لا بد أن يكون صادق في قول لا إله إلا الله وضد الصدق الكذب. 同时，做一个穆斯林必须要诚实的念لا إله إلا الله لا إله إلا الله，诚实的去念和执行啊لا إله إلا الله。反和这个诚实的反义，也就是虚伪谎言。وكذلك القبول لابد أن يقبل كل ما جاء في هذه الشريعة ولا يرد منها شيئا. 还要完全的还有一个条件就是完全的接受伊斯兰的教法，不能有丝毫的不接受，也就是所有安拉所启示的教法，做一个穆斯林都完全的接受。ولا بد من الانقياد العمل وضد الترك. 还要完全的服从，不能抛弃任何安拉的命令。ولا بد من المحبة يحب الله ولا يحب أحد مع الله أو أكثر من الله. 还要做一个穆斯林，还要对安拉有特别的喜爱，不能把这种喜爱和喜爱，任何被造物等同，或者以至于还不如，那就不行了。والكفر بما يعبد من دون الله.否，还要否定，还有一个条件就是要否定对
对安拉以外者的任何崇拜。العلم ضد الجهل. 认知的反义是认知是这个无知的反义。الإخلاص ضد الشرك. 忠诚是举办的反义。الصدق ضد الكذب. 诚实是说谎的反义。الانقياد ضد الترك. 完全的服从是不服从的反义。القبول وضده الرد. 接受是这个遗弃的反义。المحبة. 喜爱。وقلنا الكفر بما يعبد من دون الله. 还有否定所有对安拉以外者的崇拜。نعم. فلا بد من تحقيق شروط لا إله إلا الله. 必须要贯彻执行信仰لا إله إلا الله的这些条件。نعم. نكتفي الله أعلم بهذا والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى وصحبه وسلم. 我们今天就学到这里，感赞调养众世界的阿拉，愿阿拉赐福安以最尊贵的先知和使者，我们的先知穆罕默德及其家眷与追随者。